استمرار زخم النشاطات الداعمة لفلسطين في النمسا نهاية الأسبوع. النمسا تسحب معارضتها للحزمة 12 من العقوبات ضد روسيا. التأمين الصحي يلغي أكثر من 100,000 بطاقة إيكارد. وزارة الاندماج تمنح 1500 يورو لكل من يقوم بتعديل مؤهله العلمي. تراجع كبير في أعداد طالبي اللجوء هذا العام. واستطلاع يكشف أن 80% من الكاثوليك لا يؤمنون بالمسيح. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة على النمسا ميديا. وفي خبرنا الأول، استمرت نشاطات الاحتجاجات في النمسا ضد العدوان الإسرائيلي على غزة بين مظاهرات احتجاجية إضافة لأنشطة ثقافية. وتظاهر الآلاف في فيينا السبت أمام دار الأوبرا دعماً لغزة وحرية الفلسطينيين، ثم ساروا في الشوارع لإظهار معاناة أهالي قطاع غزة. وفي نفس الوقت تظاهر المئات في فورالبيرغ دعماً لغزة. وشهدت العاصمة فيينا عدداً من الأنشطة الثقافية النسوية التي تبرز دور المرأة الفلسطينية في النضال على طريق الحرية. وافقت النمسا أخيراً على حزمة العقوبات الأوروبية 12 ضد روسيا بعد إزالة بنك رايف آيزن من قائمة العقوبات الأوكرانية. وكانت النمسا تسعى إلى إزالة البنك من القائمة الأوكرانية التي يطلق عليها اسم الرعاة الدوليين للحرب، والتي تهدف إلى إحراج الشركات التي تمارس أعمالاً تجارية في روسيا وتدعم المجهود الحربي من خلال دفع الضرائب. من جانبها أكدت روسيا بأن جميع الإجراءات الغربية بما فيها حزمة العقوبات الجديدة ستلقى الرد المناسب. أعلنت شركة التأمين الصحي في النمسا عن إيقاف أكثر من 105,000 بطاقة تأمين صحي بسبب عدم تقديم صور شخصية من أصحابها. ويعتبر هذا الإجراء إلزامي منذ العام 2022، بحيث سيتم إيقاف تأمين كل من لم يقدم صورة اعتبارا من نهاية العام، باستثناء الأطفال دون 14 سنة وكبار السن. وكان ذلك جزءا من مشروع حكومي لمكافحة الاحتيال. وفي تصريح لوزير الصحة يوهانس راوخ، أكد أنه سيتم إيقاف هذه البطاقات في منتصف يناير 2024، مع إمكانية تحديث البطاقات حتى نهاية العام الحالي. أعلن صندوق الاندماج النمساوي OEF عن زيادة الدعم المالي لتعديل الشهادات للأجانب من 1000 إلى 1500 يورو. ويشمل الدعم كافة أصحاب المؤهلات العلمية التي حصلوا عليها من الخارج. ووصفت وزيرة التكامل سوزانا راب الخطوة بأنها أحد سبل تسهيل الدخول للعمل. وقد تمت الموافقة على حوالي 2500 طلب منذ العام 2021 وحتى سبتمبر 2023، فيما كانت الدول الأكثر للمقدمين هذا العام هي أوكرانيا، تلتها سوريا، تركيا، حيث تم تغطية تكاليف الاعتراف وترجمة الوثائق. تراجع عدد طلبات اللجوء في النمسا بشكل كبير مع نهاية العام الحالي حسب وزارة الداخلية، حيث تم تقديم 2537 طلبا في نوفمبر، بتراجع كبير عن العام السابق. وتراجعت الطلبات السنوية بنسبة 47%، وتمت الموافقة على أكثر من 15,000 طلب حتى نوفمبر، مع 20,000 طلب من سوريين، وتم ترحيل أكثر من 11,500 طالب لجوء بين طوعي وقسري. وأعلنت الداخلية عن إجرائها ل 1867 حالة تقييم للعمر، بيّنت أن 57.8% كانت معلومات زائفة ادعوا فيها أنهم أقل من السن القانوني.
أخيرا، كشف استطلاع في صحيفة دير ستاندارد كشف عن تراجع قيم الكنيسة الكاثوليكية في النمسا، حيث أظهر الاستبيان أن 16% فقط يؤمنون بتجسد الله في يسوع المسيح. وبيّن أيضاً أن 21% من الرجال و 12% من النساء يؤمنون بهذه الفكرة، وحتى الملتزمين دينياً يؤمن 60% بها، مع التباين بين الطبقات الاجتماعية، حيث يتبنى الشباب والمتعلمون وسكان فيينا المواقف الإلحادية أكثر، خاصة بين الأحزاب مثل الخضر والاشتراكيين والليبراليين، فيما تزداد النسبة بين ناخبي حزب الشعب بنسب فوق المتوسطة. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، أشكر لكم حسن المتابعة، لا تنسوا تحميل تطبيق انفجرات ليصلكم منا كل جديد. كنت معكم أنا هيفاء، ألقاكم لاحقا، أمسية سعيدة، بأمان الله.